ننتقل أعزائي المشاهدين الآن إلى صوت المواطن. نظمت جمعية تنمية وتمويل الأسر المنتجة بمنطقة الرياض أعمال دورة معتمدة بعنوان صيانة الجوالات والأجهزة الذكية، والتي بدأت في غرة ربيع الأول وتستمر ل 13 يوم بمشاركة 100 شاب، وسوف ينهي المتدربون 60 ساعة تدريبية خلال فترة الدورة. كما قدمت الجمعية التمويل اللازم للمشاركين لافتتاح مشاريع صيانة الجوال. الكثير في التقرير التالي. تعتزم جمعية تنمية وتمويل الأسر المنتجة بمنطقة الرياض أعمال تنظيم دورة معتمدة بعنوان صناعة الجوالات والأجهزة الذكية بمشاركة 100 شاب، وتشمل 60 ساعة تدريبية خلال فترة الدورة. وفي التفاصيل، تتضمن الدورة مجموعة من المحاور الجوهرية والهادفة، منها التدريب على صيانة أنظمة التشغيل والبرمجيات الأكثر انتشاراً، والتدريب على أوضاع الهاتف من حيث التحديث والاستعادة، وكذلك طرق فتح وقفل الجوال بدون إعادة برمجة، والتدريب على استخدام أهم الأدوات التشفير لفك وإعادة تشفير البيانات واستعادتها. ويشارك في التدريب نخبة من الكفاءات والمختصين في تقديم الدورة، وتقدم الجمعية التمويل اللازم للمشاركين لافتتاح مشاريع صيانة الجوالات، إذ تسعى الجمعية لتحقيق التنمية المستدامة للمستهدفين من خلال التمويل. وتقدم الجمعية التمويل اللازم للمشاركين لافتتاح مشاريع صيانة الجوالات، إذ تسعى الجمعية لتحقيق التنمية المستدامة للمستهدفين من خلال التمويل وتقديم الدورات التدريبية والتأهيلية، وذلك لتمكينهم من العمل وفتح آفاق المستقبل أمامهم والاعتماد على أنفسهم. يذكر أن هذه المبادرات والبرامج التنموية جاءت منسجمة مع رؤية السعودية 2030 التي شددت على دعم الأسر المنتجة وتعزيز فرصها التسويقية وتسهيل حصولها على التمويل واستثمار طاقاتها لبناء مستقبلها والإسهام في التنمية الاجتماعية. ياسمين الصوفان، استديو الإخبارية. لمناقشة هذا الموضوع ضيفتي في الاستوديو الأستاذة أسماء الشهراني، عضوة في علاقات العامة في جمعية أعمال. مرحبا أستاذة أسماء. حياك الله. يعني إذا ممكن تحكي لنا عن الدورة هذه بشكل مختصر وسريع. أولا، تقيم جمعية أعمال، طبعا جمعية أعمال جمعية غير ربحية في منطقة الرياض، تهدف إلى تنمية وتمويل الأسر المنتجة. تقيم عدة دورات في المجال النظري أو في المجال العملي. أقامت الجمعية هذه الدورة تستهدف فيها 100 مستفيد أو 100 متدرب لخلق فرص وظيفية لهم، تدريب منتهي بالتمويل، حيث أن 100 هذول إن شاء الله بعد إنهاء الدورة سوف يصرف لهم مبلغ تمويل قرض حسن بدون فوائد، يستطيعون من خلاله فتح نشاط خاص فيهم أو محل خاص فيهم ليوفر الدخل الثابت لهؤلاء الشباب. جميل. طيب يعني الدور الأساسي، أولا لو حكينا عن جمعية أعمال، الدور الأساسي اللي تؤدي أعمال إيش هو بالضبط؟ جمعية أعمال جمعية زي ما ذكرنا جمعية غير ربحية، هدفها الأساسي الاحترافية للأسر المنتجة، تقديم خدمات احترافية سواء تنموية أو تمويلية للأسر المنتجة من خلال التدريب أو من خلال التمكين لسوق العمل، تنتهي طبعا كلها بالتمويل قرض حسن بدون فوائد. جميل. طيب المشاركين في الدورة هذه كيف تم اختيارهم؟ طبعا الدورة هذه مهيئة للشباب والشابات، احنا سوينا استمارة نشرناها، تم تسجيل ما يقارب 100 مستفيد، طبعا فرزنا الحين منهم 20 تم في هذه الدورة، والثمانين المتبقين خلال الفترات القادمة. جميل. سوف يعلن عنهم مسبقا على حسابات التواصل الوقت المحدد للدورة السابقة. يعني في خطة أن تكون في دورات إن شاء الله؟ هذه الدورة راح تقام مرة ثانية في الرياض. في الرياض. طيب كيف المدن الثانية في المملكة؟ إحنا فقط في منطقة الرياض حاليا. جميل. طيب يعني إيش مجالات عملكم غير يعني الآن أو الدورات الأخرى غير صيانة الجوالات في نفس المجال؟ يعني تدريب ينتهي بتمويل للشباب عشان يعني يستقلون بعملهم غير صيانة الجوالات؟ حاليا الجمعية فقط تنشئ دورات نظرية حاليا، هذه أول دورة لورش العمل هي صيانة الجوالات. مستقبلا إن شاء الله سوف يكون عديد من الدورات ورش العمل سواء تصوير أو الطبخ، مهارات الطبخ، الاحتراف مثلا في صناعة الحلوى، هذه إن شاء الله مستقبلا. حاليا إحنا فقط نشتغل على الدورات النظرية. وطبعا أنتم يعني تختارون الشباب بناء يعني على أي أساس؟ شباب منضمين للدورات
احنا مسجل في الجمعية 700 أسرة. نختار منهم يعني كل مستفيد يسجل ما يحتاج من دورات. يتم فرزهم واختيارهم لأي دورة. جميل. طيب الدعم من وين تحصلون عليه؟ يعني حتعطون قرض حسن للشباب؟ اي كيف؟ صحيح. من وين الدعم؟ بالتعاون مع بنك التنمية. بنك التنمية؟ صحيح. اوكي. طيب ايش رسالتكم يعني في او دوركم او الشيء اللي انتم حابين تقدمونه من خلال هذه الاعمال؟ من خلال هذه الدورة أو من خلال أعمال الجمعية؟ أعمال الجمعية بشكل عام. إحنا نسعى في هذه الجمعية إلى خلق فرص عمل للشباب والشابات. جميل. لما أنا أدربه على صيانة جوال، أنا هنا قاعدة أخلق له فرصة عمل. صحيح. قاعدة أنا أوطن الشباب السعودي. إحنا عارفين إنه كل المحلات المطاعم أو صيانة جوالات راح فيها يعني أمر إنه هو توطين المحلات. صحيح. فأنا لو أدربه أنشأ كادر سعودي يشغل هذه المحلات والمطاعم، محلات صيانة الجوالات. كيف الإقبال كان؟ كيف الحماس في الدورة؟ والله احنا بصفة عامة الإقبال على الجمعية احنا ما كملنا سنة، والآن لحد الآن الحمد لله 700 مستفيد من الجمعية. دربنا ما يقارب 400 مستفيد، و300 مكناهم للسوق العمل من خلال منافذ بيع مؤقتة. ال400 اللي دربتوهم كانت ايش مجالاتهم؟ نظرية، إدارة المشاريع، دراسات الجدوى، تسعير المنتج، إظهار المنتج بشكل جيد، كيفية التعامل مع العميل. يعني بصفة عامة دورة عامة او عن المجال النظري والتعامل مع العملاء. طيب الدورات اللي تقدمونها انتم تستهدفون انه الشاب والشابه يكونون يملكون عملهم الخاص ولا ممكن يتوظفون فيها؟ لا، ما في، احنا نستهدف انه ما يكون عنده عمل، لكن لو جانا احد عنده عمل ويبغى دوره اضافيه، مثلا هو عنده عمل ويبغى دوره صيانه جوالات، لا مانع. لا انا اقصد انه يعني هدفكم الشباب يعني يدخل العمل الخاص ولا انه يتوظف؟ لا، يعني ممكن يكون عنده دخل ثابت. دخل ثابت بأي طريقة؟ طبعا احنا نستهدف الأسر الضمانية وأسر ذوي الدخل المحدود والأرامل والمطلقات، بحيث انه انا انشأ لها فرصة عمل يصير لها دخل ثابت. كيف الدعم لهذه الأسر؟ تجدين انه مناسب الحاصل الآن؟ الحمد لله، يعني اول دعم احنا نقدمه اللي هي هذه الدورات. احنا عندنا ان شاء الله برضو مبالغ مادية غير مستردة لهؤلاء الفئة، للمطلقات والأرامل ذوي الدخل المحدود، مبالغ تصل إلى 10,000 ريال غير مستردة، دعم من الجمعية تقدم لهذه الفئة. طيب أنتم يعني تخدمون أو تتوجهون للأسر اللي مسجلة معكم؟ صحيح. طيب لو أسرة تبغى تسجل أو تستفيد من خدماتكم كيف إحنا عندنا موقع إلكتروني www.amal.org. هذا موقع فيه استمارة إلكترونية، يدخل الأسر أو أي أحد يبغى يستفيد من الجمعية ويسجل فيه الاستفادة من خدمات الجمعية. جميل جدا. أنا انتهى وقتي معك أستاذة أسماء شهراني، عضو في العلاقات العامة في جمعية أعمال. شكرا جزيلا لك. الله يعطيك العافية يا رب.